مثل هذه المشاريع يجب أن تدرس بطريقة واضحة وطريقة دقيقة. اليوم لا نعلم من هي الشركة التي قامت بوضع هذه الكشوفات ووضع هذه التفاصيل، من هي الجهة التي سعرف، ومن هي الجهة التي قامت بتدقيق هذه الأسعار. مثل هذا هكذا مشاريع يجب أن يوضع لها دراسة كاملة، مسوحات وتفاصيل كاملة، وهناك مكاتب استشارية أيضا تقوم بوضع تصاميم طويلة للمشاريع المجاري، خاصة بها محطات رفع ومحطات معالجة وتفاصيل أخرى كثيرة. بالإضافة إلى ذلك، هذا المشروع يثير بعض الشكوك. بنهاية سنة مالية يتم تحديد مشروع بقيمة 600 وكذا مليار دينار، أعتقد هذا يثير الشك ويحتاج إلى تدقيق وتفاصيل كثيرة وتكون على الطاولة بشكل واضح. في نهاية سنة مالية وعدم وجود جهة رقابية مثل مجلس النواب، تم الاتفاق بين وزارتي التخطيط والمالية على مشروع مجاري جانب الأيمن بتكلفة تصل قدرها إلى 632 مليار دينار عراقي، رقم جدا كبير ومخيف. احنا الغريب بالموضوع انه الكوميشنات يتم اكمالها في وقت وجيز جدا، ومع العلم انه مدينة الموصل تحررت خلال 5 سنوات، لو كانت كل المشاريع تنجز بهذه السرعة وتكمل الكوميشنات مالتها بأسرع وقت كنا حاليا ننافس إمارة دبي وباقي الدول المتقدمة. لكن ما يلفت الانتباه انه المشروع 100% كانت فيه شبه فساد، والدليل انه كانوا مستعجلين جدا في اكمال الكوميشنات قبل انتهاء السنة المالية.